وسهلا بكم في مبنى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يرجى الانتباه إلى الشريط المسجل عن السلامة العامة. عند سماع جرس الإنذار يجب التوقف عن العمل والتوجه إلى مخارج الطوارئ. يرجى ترك جميع المقتنيات الشخصية تفاديا للتأخير. يجب خلع الأحذية ذات الكعب العالي تفاديا للتعثر. إن هذه اللوحة تبين مكان وجودك ومكان أقرب مخرج للطوارئ. عند ضرورة إخلاء المبنى يجب عدم الركض في الممرات والمشي بطريقة هادئة تفادياً للتعثر. يرجى اتباع لوحات مخارج الطوارئ المضاءة باللون الأخضر المتاحة في جميع الممرات. عند حدوث حريق يجب عدم استخدام المصعد. في حال وجودك بالمصعد فلا تقلق، فإنه مجهز بنظام إنزال أوتوماتيكي للطوابق الأرضية في حالات الطوارئ. إن المبنى مجهز بكرسي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وهو موجود عند مخرج الطوارئ. إن هذا الكرسي يمكن استعماله بطريقة آمنة على السلالم. عند النزول على السلالم يجب عدم التوقف عند الطوابق والتوجه إلى الطابق الأرضي لإخلاء المبنى. عند الخروج من المبنى يجب اتباع تعليمات رجال الأمن والتوجه إلى نقطة التجمع. يمنع منعاً باتاً الدخول إلى المبنى مرة ثانية إلا بعد سماح رجال الدفاع المدني بذلك أو رجال الأمن. إن المبنى مجهز بنظام اتصال خاص بمركز الدفاع المدني في حالات الطوارئ. مع تحيات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.